أعلن السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتفعيل منظومة الشباك الواحد تيسيرا على المستثمرين، بحيث يتم إنهاء كافة الإجراءات والرسوم الخاصة بإقامة أي مشروع استثماري من جهة واحدة تشرف عليها وزارة الاستثمار، بما يعمل على توفير الوقت والجهد وخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، والذي تم خلاله استعراض آخر التطورات المتعلقة بإجراءات إنشاء المجمع الصناعي الجديد الذي تعتزم شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية إقامته بمحافظة المنيا لإنتاج سكر البنجر. وأشار الوزير إلى أن استهداف مجموعة الغرير الإماراتية للسوق المصري لإقامة مصنعها فيه يأتي ليؤكد أهمية ومكانة السوق المصري كأحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية مع إجراء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية بشكل كبير. ومن جانبه أشار اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المميزات التي تؤهلها لجذب العديد من الاستثمارات، وخاصة في مجالي المشروعات الصناعية والزراعية، لافتا إلى أن خطة المحافظة الاستثمارية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات كثيفة العمالة مع عدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، وذلك للعمل على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والحد من مشكلة البطالة المتزايدة. احنا امام اعتقد مشروع مفيد لمحافظة المنيا، مفيد للبلد، خطوة نحو اكتفاء ذاتي في سلع استراتيجية السكر. وأتصور أنه الهدف من هذا الاجتماع هو أن نتعاون جميعا لحل أي مشكلة ممكن تحترق تنفيذ الزمن لتحقيق الأهداف التي ذكرناها: المنيا، السكر، البطالة وكل الفوائد الأخرى التي ممكن نستفيد منها من جراء تنفيذ الزمن.